مشاهدينا الكرام، السلام عليكم، أسعد الله أيامكم. مشاهدينا، نسعد دائما بالابتسامة الطيبة، بالكلمة الصادقة، بلمة العيلة لما نتجاذب أطراف الحديث وتتعالى أصوات الضحكات، ونقول دائما بارك الله بهذه اللمة وبيتكم عامر. أهلا فيكم. جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. دار السلام وجنة المأوى ومنزل قلة الإيمان والقرآن. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان. غرفاتها للؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. اللهم نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، أمين يا رب العالمين. أهلا فيكم مشاهدينا مرة أخرى، وخريف العمر، ربيع الأمل. أجدادنا وجداتنا كبار العمر، بركة الحياة، بركة البيت اللي بيكونوا بيعيشوا بيناتنا، وهم بيكونوا مصدر للحكمة، للتراث، لربط المستقبل والحاضر بالماضي، أيضا لتذكيرنا بالأيام القديمة، بالأيام الخوالي. وهم أيضا من ناحية أخرى دائما لهم دور جميل فعال في لم شمل الأسرة، وفي يعني جمع الأعمام والعمومة ويعني والذرية كلها. فالشيء الشائع لدى الناس أن هذا السن هو سن ربما بيكون فيه الإنسان يعني يقل عطاؤه، فيه فقط بيكون بانتظار لقاء رب العالمين، لكن بالمقابل هناك نماذج مضيئة لسيدات بهذا العمر، بالعكس هم في قمة عطائهم، في قمة ما يستطيعوا أن يقدموه للمجتمع. وحوار شيق مع الناشطة الاجتماعية فاتنة عمر حول موضوع سن الشيخوخة، أو سن لما الإنسان يتجاوز 50 عاما، كيف يمكن أن يكون معطاء، كيف يمكن أن يحافظ على شباب الروح، كيف يمكن أن يحافظ على تدفق الحياة فيه وفي من حوله. هذا حوارنا كما قلت أعزائنا المشاهدين في فقرة عامر بوجودكم. قبل هيك وكما هي العادة فقرة الأخبار، اخترنا لكم أخبار محلية وعربية بالطبع نركز فيها على ما يجري في القدس، يعني ما هو الأفئدة، وعلى إثر العملية الجريئة صباح اليوم كيف هي الأحداث هناك. وستكون معنا على الهاتف مراسلتنا في القدس لواء أبو رميلة، توافينا بآخر المستجدات. وبعد هيك أعزائنا الكرام أيضا رح نتناول بعض القضايا المحلية. وبمناسبة اليوم العالي، اليوم العالمي عفوا للتوعية بمرض السكري، رح يكون معنا في على ذوقكم دكتور عمر جبر، وحديث حول مرض السكري الشائع يعني لدى الكثير من الأسر الأردنية، فكيف يمكن أن يكون لدينا وعي كافي بهذا المرض وكيف نتعامل معه، وبشكل عام أبرز الطرق للوقاية منه. هذه أبرز فقراتنا لحلقة اليوم أعزائنا الكرام. نتمنى لكم دائما طيب المتابعة والفائدة. بعد الفاصل خليكم معنا مع الأخبار اخترنا لكم، خليكم معنا. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا.
تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا لك من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان. أنعم بدار الخلد والرضوان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. إن كنت مشتاقا لها كلفا بها شوق الغريب لرؤية الأوطان. كن محسنا ما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما فيكم أعزائنا الكرام. وصباح مقدسي بامتياز. استيقظنا اليوم على خبر اقتحام شابين مقدسيين ذوي يعني روح شجاعة، اقتحامهم لكنيس يهودي وقتلهم لخمسة من الذين كانوا فيه، من يعني الصهاينة الذين كانوا فيه، وأيضا إصابة 11 منهم. طبعا هذا الخبر، هذه العملية التي فيها معنى الجرأة، فيها معنى البطولة، كيف أنهم يعني بما استطاعوا أن يقوموا به أن يردوا الاعتبار لأبناء الأقصى الذين حرموا من زيارة المسجد الأقصى لعدة أيام، وللوقوف على آخر المستجدات. أعزائنا الكرام، يسرنا أن يكون معنا على الهاتف مراسلتنا في القدس لواء أبو رميلة. نعم، السلام عليكم، حياك الله لواء. وعليكم السلام. حابين يا لواء نسمع منك عن آخر التطورات والمستجدات حاليا في مدينة القدس الشريف. نعم، حاليا هناك مواجهات عنيفة تدور في أحياء وبلدات مدينة القدس، خاصة في بلدة جبل المكبر بالقرب من منزل عائلة الشهيدين غسان وعدي أبو جمل منفذين عملية اليوم. نعم. أيضا هناك مواجهات عنيفة في بلدة سور باهر وعلى في أحياء البلدة القديمة القريبة من المسجد الأقصى. قبل قليل في باب خطة حدثت مواجهات مع الاحتلال، أصيب شرطيين بعد رشقهم بالحجارة هناك باب خطة وأحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. أيضا اليوم هو اليوم الأول الذي يسمح فيه للنساء بالدخول إلى المسجد الأقصى بعد 12 يوما من الإغلاق التام. قوات الاحتلال كانت خلال الأيام الماضية أغلقت أبواب المسجد الأقصى أمام النساء، اعتدت عليهن بالضرب المبرح على الأبواب، خاصة على باب السلسلة. يوم أمس بالذات جرى اعتقال العديد من المرابطات والاعتداء عليهن بالضرب، إحداهن كانت حامل تعرضت لضرب مبرح خلال التحقيق معها، شابة أخرى أيضا تعرضت للضرب المبرح أجبرت سلطات الاحتلال على الإفراج عنها بسبب تردي وضعها الصحي. بشكل عام مدينة القدس ستشهد خلال الساعات القادمة مواجهات عنيفة مع الاحتلال، خاصة أن المواجهات تزداد تصعيدها خلال الليل. نعم لواء، سمعنا في يعني في الأخبار أنه توجهت قوات جيش الاحتلال إلى بيت أحد منفذي العملية في جبل المكبر، فماذا جرى هناك؟ يعني هل قاموا باعتداء على البيت أو قاموا باعتقالات هناك؟ نعم، قوات الاحتلال قامت باقتحام منزل عائلة الشهيدين. نعم. قامت بتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا جدا، قامت بتخريب محتوياته والعبث فيه. أيضا قوات الاحتلال اعتدت على أهل المنزل، النساء والأطفال
والشباب، قامت باعتقال عدد من أفراد الأسرة. أيضا قوات الاحتلال قامت باستدعاء أمهات الشهيدين إلى التحقيق، حتى اللحظة هن قيد الاعتقال يجري التحقيق بعض من شرطة الاحتلال. نعم، نسأل الله لهم فرجا قريبا. وبالنسبة لشوارع مدينة القدس، يعني هل هناك تفتيش لقوات الاحتلال لأبناء المدينة؟ هل هناك مثلا نوع من التضييق عليهم في أثناء تجوالهم في مختلف أنحاء المدينة؟ نعم، قوات الاحتلال وبعد الإعلان عن العملية قامت بمحاصرة مدينة القدس، قامت باستنفار شديد. هناك المئات من قوات الاحتلال وحرس الحدود منتشرة في أزقة البلدة القديمة وأيضا على مداخل مدينة القدس، قامت بإغلاقها بشكل كامل مما سبب أزمة خانقة. هناك تفتيش دقيق جدا للسيارات والأشخاص. سلطات الاحتلال تبحث عن من يحملون الهوية الخضراء وهي الهوية الفلسطينية بمعنى آخر، الذين يمنع عليهم الدخول إلى مدينة القدس إلا بتصريح رسمي. قوات الاحتلال تبحث عنهم لاعتقالهم وإعادتهم إلى الضفة الغربية. نعم، ولواء، بالنسبة لأسلوب سلطات الاحتلال في منع تشييع جثمان الشهداء بشكل عام والسماح فقط لعدد محدود، هل هناك أنباء عن وقت أو زمان أو متى سيتم تشييع جثمان الشهيدين؟ نعم، سلطات الاحتلال ستقوم بتشريح الشهيدين. هي تقدمت بطلب لمحكمة الاحتلال ولكن حتى اللحظة لم يبث الأمر بذلك، بسبب أن عائلة الشهيدين ترفض تشريحهم ورفضا تاما. ولكن عادة سلطات الاحتلال تمنع أهالي الشهداء الذين قاموا بتنفيذ عمليات كما تسميها بتشييع جثمانهم في وضح النهار، تشترط على أن يكون تشييع الجثامين بعد الساعة 11 كما حدث لمعتز الحجازي وأيضا عبد الرحمن الشلودي والعكاري والجعبيط، كما تشترط على أن لا يزيد عدد المشيعين مثلا إلى 70-40. يعني الشهيد العسكري طالبوا بأن لا يكون عدد المشيعين أكثر من 40 شخصا من عائلته فقط، وأن يكون التشييع بالليل بعد الساعة 12 من منتصف الليل. نعم، وسؤال أخير لواء حول وضع المرابطات الآن، يعني من ناحية قلت اليوم أنه ستم السماح لهم بدخول المسجد الأقصى، فما يعني كيف الوضع الآن؟ هل هناك مواجهات ما زالت على الباب أم أن هناك تضييق على دخولهن، أو هناك نوع من يعني الصراع أو بينهم وبين قوات الاحتلال؟ نعم، اليوم سمح للنساء بالدخول فقط لسبب واحد وهو ما حدث اليوم في القدس. طبعا سلطات قامت بمنع النساء من الدخول الى المسجد الاقصى، ومع هذه الاحداث التي حدثت اليوم سيؤدي ذلك الى تفجير انتفاضه حقيقيه. ايضا ما حدث يوم امس في باب السلسله لواء لو سمحت، هناك في خلل في الصوت، اذا ممكن حتى نسمعك بوضوح. نعم، أنا كنت اسالك عن وضع المرابطات الان مع المسجد الاقصى، وقلتي اليوم تم الوضع الان، يعني هل ما زال هناك هل ما زال مسموح لهن بالدخول ام ان هناك تضييق عليهن؟ نعم، سلطات قوات الاحتلال تشترط على النساء قبل الدخول إلى المسجد الأقصى بتسليم هوياتهن على الأبواب منذ أكثر من 3 أشهر، وحتى اليوم لا يسمح للنساء بالدخول إلا بتسليم هوياتهن. طبعا تسليم الهويات يهدف إلى تخويف المرابطات بأن يتم تحويل الهويات إلى مركز تحقيق القشلة، وبالتالي يتم إبعادهن عن المسجد الأقصى. أيضا يعني سياسات الاحتلال باتجاه المرابطات لا زالت موجودة حتى الآن، هناك العشرات من المرابطات مبعدات عن المسجد الأقصى لأكثر من 3 أشهر متواصلة. طبعا التهمة هي أنهم خلال اقتحامات المستوطنين يرددون الله أكبر. نعم، لواء أبو رميلة شكرا جزيلا لك، مراسلتنا في القدس، شكرا لك مرة أخرى. ومشاهدينا، مشهد فيديو ننتقل إليه لمرابطات في المسجد الأقصى، ورغم يعني الظروف الجوية السيئة ورغم يعني التوترات المختلفة ما زلنا يعني رابطنا هناك، وكلمة إحدى المرابطات نتابعها معا. وبركاته. طبعا تصفي لنا الوضع، يعني اليوم رغم الامطار انتن تحاولن الدخول الى المسجد الاقصى، ما وضع الاخوات المرابطات في الداخل؟ طبعا الاخوات متواجدين على كل ابواب المسجد الاقصى، خارج الابواب سلطات الاحتلال منعت المرابطات وغير المرابطات انهم يفوتوا على المسجد الاقصى. اقول اين انكم يا عرب؟ اين انتم يا مسلمون؟ ساظل ارددها، اين انتم يا مسلمون؟ يمزقون ثيابنا وانتم صامتون، يخلعون حجابنا وأنتم صامتون، ونحن في الشتاء
ونحن واقفين بالشتاء من صلاة الفجر على أبواب المسجد الأقصى وأنتم تتفرجون. ويلكم من الله، ويلكم من الله، على ماذا اتفقتم في الأردن؟ لعل هذه الكلمات يعني تلامس قلوب وعقول الذين ما زالوا يتفرجون على الأحداث وربما لا يبالون بما يحصل في المسجد الأقصى، وهو يعني بالنسبة لنا دائما ما هو الأفئدة، وهو المكان الذي يمثل كرامة المسلم وقدسية المسلم. مشاهدينا، وحول موضوع المسجد الأقصى وحول مكانته، قام فريق من شباب قناة اليرموك الفضائية بإجراء استطلاع في الشارع الأردني، وكان السؤال هو: ماذا لو تم هدم المسجد الأقصى؟ كيف سيكون رد الفعل؟ نتابع هذا الاستطلاع فيما بعد قليل. لا سمح الله، الله لا يقدر، ما ممكن يصير هذا الحكي، وإن صار رب العالمين هو شو اسمه، هو اللي بيدافع عن المقدسات. بنطف الضغري أكيد، لأنه ما هو ما بخص الفلسطينيين لحاله، هو بخص كل المسلمين وكل العرب. أكيد راح يكون زعلان ومتضايق كتير، وأول الأشخاص اللي راح يعمل المستحيل ليوصل يدافع عنه. تعرف سؤالك أشعر بدل صراحة ما بعرف شو الكلام. كارثة بالنسبة لي، ما بقدر، ما بعرف إيش بصير. لا سمح الله، لا سمح الله، والله أكيد راح تكون صدمة كبيرة جدا. وقتها أنا يعني بحمل مسؤولية لكل العرب والمسلمين في كل بلاد العالم إنهم سمحوا لهذه اللحظة إنها تكون، وبقول لا سمح الله ولا قدر الله. إن شاء الله لا زال في الأمة خير، وإن شاء الله تعالى إنه ما بصير هيك بإذن الله. طبعا أنا بدي أكون أجاهد في أقل إشي، يعني إذا مش بروحي بدي أجاهد في قلبي، يعني أضعف الإيمان. يعني من كذا سنة صرنا عم ننتظر أنه ينهدم المسجد الأقصى، فكل واحد فينا الآن قاعد بنتظر أنه يصحى الصبح يلاقي المسجد الأقصى منهدم. هي طامة كبرى أن ينهدم المسجد الأقصى، لأنه إذا انهدم حجر واحد منه بحياته ما راح يرجع الحجر هذا ينبني مرة ثانية. سبحان الله، راح أعمل يعني بجهدي انه احاول اساعده، اقدر اساعد في الموضوع. ممكن انه يعني او ان شاء الله جماعه لا سمح الله ينهد على راس اليهود كليتهم، وربنا ساعتها بزولهم بخلال ثواني. أعمال نعمل ساعتها كل وقت بوقت حلو، ما حدا بضل ساكت من الأمة العربية والإسلامية كلها، مستحيل هاي، وهذه لا مستحيل، هذا نستبعدها، مش لازم نقول كمان إنه راح ينهد. مصيبة، كارثة، ممكن أعمل بنهار بلحقش أحكي، يعني ما بتطلب، ما بتاخدي من أمري شيء، يعني كتير مصيبة. لا إن شاء الله بحماة الله. الواحد نفسه يعمل كتير أشياء، بس ما إلنا غير الدعاء. إن شاء الله الناس تصحى، كلنا نقوم، لأنه إيد واحدة ما بتسقف. وسبحان الله، يعني المسجد الأقصى قبلة المسلمين الأولى، يعني شيء كبير كتير إنه لا سمح الله المسلم يصحى ولاقي المسجد الأقصى مهدود. يعني هاي نهاية العالم بالنسبة للمسلمين. ندعو الله عز وجل إنه ما يكون هذا الكلام حقيقة. أنا شو بيطلع من واحد رفع الآن يزعل داخل وما بقدر يحكي. الله يعد عمره ويعد شبابه اللي بده يهدوا الأقصى. هو في بعد الأقصى أساساً الناس كلها بتروح الأقصى. الله يقدر على اليهود زي ما قدر عليهم ربنا، يقدر عليهم تاني مرة. حسبي الله عليهم ونعم الوكيل فيهم يا أمي.
لعل طبعا نشكر شباب اليرموك اللي قاموا بإجراء هذا الاستطلاع، ولعل الإجابات المختلفة أعزائنا الكرام تدل على مدى مكانة المسجد الأقصى في قلوب الناس، في قلوب العرب وفي قلوب المسلمين. ويعني أحيانا الشعور المستمر بالعجز أمام هذا الواقع، بالعجز أمام ما يتعرض له المسجد الأقصى، هذا الشعور كفيل أو يجب أو يعني نحن مطالبون بأن نغيره، أن ننتقل من دائرة الشعور بالعجز وعدم الحيلة إلى شعور العمل، إلى دائرة العمل، أن يعمل كل منا من مكانه، سواء إعلاميا، سواء بالفن، سواء بأي شيء يستطيع الإنسان أو بأي شيء يتميز فيه الإنسان. نختم أو فاصل مشاهدينا نختم فيه فيما يتعلق بالأقصى وفيديو كليب من إنتاج قناة اليرموك نعرضه لأول مرة للمنشد عامر الأشقر بعنوان مش للبيع، نتابعه معا. مش للبيع، لو مهما تساوم يا ظالم لا بنتنازل ولا منبيع. لو مهما تساوم يا ظالم لا بنتنازل ولا منبيع، لو مهما تفاوض وتساوم مش رح تمنع شعبي يقاوم، هذا حق الجيل القادم ولا يمكن هالحق يضيع. لو مهما تفاوض وتساوم مش رح تمنع شعبي يقاوم، هذا حق الجيل القادم ولا يمكن هالحق يضيع. دولي على كامل التراب وما بتيجي بوهم وسراء، دولي بدها سباع الغاب وما بدها الحمل الوديع. دولي على كامل التراب وما بتيجي بوهم وسراء، دولي بدها سباع الغاب ما بدها الحمل الوديع.
فيكم أعزائنا الكرام، ونستكمل فقرة الأخبار اخترنا لكم والأخبار المحلية. والخبر الأول من مادبة، التحقيق مع مديرة مدرسة لأنها سمحت بتوثيق اكتظاظ طلابي، إذ وثقت نقابة الصحفيين فرع مادبة الاكتظاظ الطلابي في مدرسة فدوى طوقان الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية مادبة، ودفع الأخيرة أي مديرية التعليم إلى تشكيل لجنة لتتحقق مع المديرة لسماحها بذلك. وقالت النقابة في بيان الصحفي أن هذه المدرسة تعاني من اكتظاظ طلابي كبير، حيث أن الغرف الصفية لا تتسع لأعداد الطلاب الصغار، حتى وصل بعضهم بمقعده إلى السبورة وبعضهم الآخر يجلس بالمقعد 4 طلاب في منظر مؤلم للغاية. وأشارت إلى عدم جاهزية المبنى وقدرتها الاستيعابية لأعداد الطلبة المتزايدة في المنطقة ومدى تدفئة هذه الغرف، وخاصة في أجواء الشتاء الباردة. طبعا أضاف بيان النقابة أن مدير التربية والتعليم في مادبة عمد إلى تشكيل لجنة لتحقق مع مديرة المدرسة لسماحها لهم بتغطية الأمر إعلاميا. طبعا مشاهدين المفارقة في هذا الموضوع أنه نقابة المعلمين هي هدفها يعني الحفاظ وأن تطالب بحقوق المعلمين ومدراء المدارس، ولما تكون يعني هي توثق خلل معين يجري في داخل أروقة إحدى المدارس في مدينة مادبة، المفروض أنه يعني مديرية التربية والتعليم تشكرهم على ذلك أو أن تتعاون معهم على الأقل حتى نتدارك هذا الخلل. أما أن يتم تحويل مديرة المدرسة للتحقيق لأنها سمحت للإعلام أن يطلع هذا الموضوع، فأعتقد أن هنا نحن أمام مشكلة كبيرة تتعلق بحرية الإعلام، تتعلق أيضا يعني المفارقة، أنه بدل ما نطالب وأن نؤكد وأن نشدد ولا نتهاون مع حقوق الطلبة يجري التغطية والتكتم على ذلك وإن كان بأسلوب غير مباشر. الخبر الآخر أعزائنا الكرام، والآن إحنا يعني داخلين في أجواء شتاء والبيوت بلشت تستعد أو بلشت يعني تتدفأ، أيضا في بيوت استعدت من زمان وفي بيوت الآن بدأت تستعد في حسب يعني حسب المنطقة وحسب حالة الجو في تلك المنطقة. وصهاريج تبيع الهواء بدلا من الديزل، اتكشفت فرق الرقابة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عن 3 أساليب احتيال يتبعها بعض أصحاب صهاريج توزيع الديزل. بحسب مدير عام المؤسسة دكتور حيدر الزبن، وبين الزبن للغد أن فرق الرقابة التابعة للمؤسسة قامت بضبط 37 صهريجا يقوم أصحابها بالتلاعب بكميات الديزل بطرق غير قانونية، وتمت مصادرة العدادات وتحويلهم للجهات القانونية. أوضح الزبن أن الأسلوب الأول يعتمد على بيع الهواء للزبون بدلا من الديزل، فيما يعتمد الثاني على سحب الديزل من خزان الزبون ومن ثم بيعه مرة أخرى، أما الأسلوب الأخير فيعتمد على بيع الديزل لكن بكميات أقل. طبعا أعزائنا الكرام يعني ذكرت هذا الخبر في سياق التوعية، في سياق أيضا أن ننتبه يعني خصوصا أنه أسعار المحروقات غالية ويمكن بتكون يعني ميزانيتها ليست بالهينة على أرباب الأسر، فلما يكون إضافة إلى هذه الميزانية أيضا يكون في غش، يعني أتوقع لابد من محاسبة شديدة للذين يقومون بذلك ويستغلوا حاجة المواطنين، وأيضا لا ضير أنه يكون المواطن على وعي بهذه الأساليب حتى لا يتم الغش والتلاعب معه. ايضا مشاهدينا يعني واحنا نحكي عن حقوق الانسان وعم نحكي عن حقوق المواطنين، هناك مشاهد قد نراها في شوارع عمان قد لا ننتبه لها، لكنها ايضا جديره بان تستوقفنا، جديره بان تسالنا نتساءل داخل انفسنا عن حال الوطن وعن حال المواطن مع التغيرات الاقتصاديه مع الظروف الصعبه. وبالمقابل هناك مشاهد انسانيه، والتقط المصور فارس خليفه صوره مؤثره لاحد الشباب وهو يقوم باطعام قطه، ويعلق على هذه الصورة يقتسم الفقر مع القطط، ما أطيب الفقر، هذه الصورة بالغة التأثير، هذه الصورة ينبغي أن تكون على طاولات المسؤولين، فهي تقول إن الفقراء والمسحوقين ما يزالون يمتلكون القدرة على التعاطف. رجل فقير بعد انتهائه من جمع العلب الفارغة من الحاويات يقتسم جبنة المثلثات مع قطط صغار.
يعني مشهد فعلا مؤثر أعزائنا المشاهدين، ويدل على أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الرحمة موجودة والطيبة موجودة والرفق مع الناس والرفق مع الحيوان أيضا موجودة. بهذه الصورة نختم أعزائنا الكرام، وبعد قليل بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض السكري رح يكون معنا فقرة صغيرة يتحدث فيها دكتور عمر جبر عن مرض السكري، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. لمرضى السكري بعض هذه النصائح وبعض هذه الإرشادات في التعامل مع المرض. بداية، مرض السكري هو مرض استقلابي نتيجة لاختلال حيوي في وظيفة الأنسولين من حيث الإفراز أو من حيث التفاعل مع الخلايا الداخلية في الجسم. إخواننا المشاهدين، نقطة مهمة وجوهرية في التعامل لمن أصيب بالسكري أو في التعامل لمن مصابه أصلاً في السكري، محيط الخصر له دور أساسي ودور مهم وحيوي في كثير من المشاكل الصحية أبرزها وأساسها السكري. محيط الخصر على حسب ما عرفوا العلماء يجب ألا يزيد محيط الخصر بالسنتيمتر عن نصف الطول. بمعنى آخر، إذا كان طولك 180 يجب ألا يزيد محيط الخصر عن 90، وبالنمر الدارجة بيوصل 45. الخصر ليش بديت أتحدث عنه قبل ما أدخل في أي إرشادات أو أي تعامل؟ هو أساس الداء، وخصوصا عند الرجال. السكريات تتحول بالضرورة في العمليات الاستقلابية، وتكلمنا أنه السكري هو مرض استقلابي أو اختلال في الاستقلاب داخل الجسم والأيض والعمليات الحيوية. السكريات بالضرورة تتحول إلى دهون، تتحول بداية طبعا إلى فاتي أسيد، ومن ثم تتحول إلى الدهون التي تتراكم بالدرجة الأولى في محيط الخصر عند الرجال وفي الأرداف عند النساء. إخواننا المشاهدين، يجب على مريض السكري أن يكون حذراً في نوعية الطعام الذي يتناوله. يجب أن تقرأ مكونات أي مادة غذائية من الموجود على العلبة اللي بتحتوي عليها، بحيث ألا تكون محتوية على الزيوت المهدرجة. والزيوت المهدرجة زي ما بنعرفها الزبدة والسمنة وسواها. احنا تكلمنا عن انه مشكلة اصلا عندنا في السكريات انها تتحول الى دهون، فكيف لما تعطي انت اصلا دهون جاهزة؟ طبعا هذه بتشكل زيادة في الوزن وتراكمات في محيط الخصر وفي غيرها. محيط الخصر مهم جدا، برجع بأكد عليه انه هو اساس لكثير من المشاكل، لانه محيط الخصر بزيادته تتزايد داخل تجويف البطن. داخل تجويف البطن بمعنى آخر راح يصير عندنا مشاكل أخرى محيطة بالكلى بالقلب وبسواها. يجب كذلك عند تعاملك مع أي منتج غذائي أن تقرأ مجموع الكميات، كمية النشويات المحتوية عليه، وليس بالضرورة عندما تقرأ أنه هو خالي من السكر أن يكون خالي من النشويات. النشويات مهمة جدا بنفس درجة معرفتك بالسكر. يجب أن تحسب كذلك
الكمية التي يجب أن تتناولها يوميا بالكالوريز أو بالسعرات الحرارية. الكمية الطبيعية للإنسان الطبيعي يجب أن لا تزيد عن 2000. طبعا تقدر بالتدرج أنك تتعرف على أنه مثلا نصف صحن الرز يحتوي على كمية معينة 500 كالوري، خلص أنا بكتفي فيه، وهكذا. كلياتها طبعا من شأنه أنه يضبط العمليات الحيوية داخل الجسم، حتى وإن لم تتوقف المشاكل أو المرض تتوقف المشاكل المترتبة عليه، يجب كذلك أن يكون هناك ولو ربع ساعة يوميا من الرياضة كفيلة بأن تنشط العمليات، وكثير من الحالات كان لها أثر إيجابي. تناول كميات من الماء من 1.5 إلى 2 لتر يومي لمريض السكري هو الأمر مهم جدا، ولغير مريض السكري يجنب الدخول في هذه المشكلة. الألياف والفواكه يجب أن يكون لها دور أكبر من السكريات والنشويات، وعندما نقول النشويات نقصد أكيد الرز والخبز والمكرونة بالدرجة الأولى. أرجو لكم صحة طيبة وأن تأخذوا بهذه الإرشادات، والله المستعان. حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. أعزائنا الكرام في عامر بوجودكم. يا الله حسن الختام، هذه العبارة ربما نسمعها من سيدات بعد ما يتجاوزوا سن الأربعين، أو من رجال لما روحوا على التقاعد ويصبح لديهم أنه دخلوا الآن في مرحلة الشيخوخة وخريف العمر، وحيث تتوقف ربما الأنشطة والاستمتاع بمباهج الحياة، ويكون الإنسان في وضع فقط ينتظر فيه حسن الختام. لكن هناك نماذج أعزائنا الكرام هي تثبت أن هذه الأفكار هي مغلوطة وليست صحيحة وليست نمط صحي للحياة. بالعكس، الإنسان يبقى حتى آخر لحظة في حياته وهو مقبل على الحياة وهو في كامل نشاطه وهو في كامل قوة الروح وشباب الروح. وحتى يعني ما بدي أشوقكم بزيادة حتى نعرف نموذج من هذه النماذج، يسرنا يكون معنا في الاستوديو السيدة فاتنة عمر. أم بلال حياك الله، أهلا وسهلا فيكي. ويعني أنت ما شاء الله ناشطة، فتحكي لنا عن الأنشطة اللي بتقومي فيها في هذه الفترة. حياكم الله، أهلا وسهلا في الجميع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم القيامة، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع. يعني حاليا أولا أنا متقاعدة من وزارة التربية والتعليم، أنا كنت مدرسة في زماناتي، فأنا الآن يعني بعد ما تقاعدت مباشرة اتجهت لدراسة القرآن الكريم، وكبيت على دراسة دورات التجويد تمهيدية ومتقدمة وإجازة وما إلى ذلك. أنا الآن مدرسة في يعني أعمل في هو عمل تطوعي طبعا في تدريس القرآن الكريم في جمعية المحافظة على القرآن الكريم. ايضا اعمل عضوه في بعض مراكز، يعني في اكثر من مركز من مراكز جمعيه المحافظه، ادرس الاجازه القرانيه، ادرس دورات تمهيديه، دورات المتقدمه، ادرس تاهيل معلمات، اعداد معلمات لتدريس التجويد، ايضا امارس العمل الدعوي في إعطاء يعني درس منتظم لي في مسجد قريب من منزلي. يعني اعمل هكذا والقائمة تطول. يعني هاي الاشياء ما شاء الله عليك ست فاتنة. وربما يعني هو السؤال الانسان بعد التقاعد خصوصا، يعني ويعني السيدات بشكل عام بعد سن معينه بصيروا يشعروا انه خلص القوه راحت، بصير الجسم يتعب، بصير حتى يعني الطاقه يمكن بتقل، فبصير في نوع من يعني الارتداد للبيت، وخلص انا ما بدي يعني ما بدي اتحرك كثير، بخاف على صحتي، بخاف ابصر شو يصير معي. فهي الفكرة لما الإنسان يعني بيحافظ على فاعليته وعلى نشاطه وربما حتى أكثر يعني في سن يعني متعارف على سن الشيخوخة أو سن الكهولة، كيف ما هي الفكرة اللي بتكون يعني ببالك لما أنت تكوني تعيشي حياتك بهذه الفاعلية؟
يعني أول شيء هو كلامك سليم. الإنسان سبحان الله يعني كل ما كبر بالعمر كل ما الصحة بدأت تتراجع لورا، يعني بتلاقي الإنسان بعد 40 بيبدأ يصيب النساء ورجال بيبدأ يصيبهم الضغط، السكري، الكوليسترول، هشاشة العظام، الروماتيزم وما إلى ذلك. لكن المسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. الأصل أنا أحافظ على صحتي قدر استطاعتي، يعني بالحمية، بممارسة الرياضة اليومية، بالحركة. نعم نعم. حافظ على نظام صحي ما شاء الله. نعم يعني أنا أحافظ دائما على الأكل الصحي، وأنا ما بستخدم الأكل غير صحي أبدا أبدا، يعني لا إلي ولا لأولادي. بدهم يأكلوا برا هم حرين، لكن في داخل البيت يعني دائما أحافظ إنه يكون طعامنا صحي، سواء يكون خضروات طازجة، سواء يكون عصائر غير معلبة. المعلبات بشكل عام أنا ما بستخدمها ولا بجيبها على البيت، كل إشي بحاول إني أنا أعمله بإيدي صحي. عفوا، هي نقطة مهمة يعني استوقفتني. نعم. إنه الواحد حتى يتمتع بشيخوخة جيدة ونشيطة. نعم. ويعني يكون في طاقة جيدة، قد ايه مهم هذا الشيء يمكن من السابق إنه يكون. نعم. هو متعود على نمط صحي حتى. نعم. إن شاء الله جسمه يخدمه فيما بعد. نعم. فحكينا عن أبرز الأشياء اللي بتحسي إنها يعني ممارسات صحية اللي هي بتساهم في المحافظة على صحة الإنسان لأطول فترة ممكنة. يعني أنا بحب دائما مثلا التمر دائما لازم يكون موجود، لازم ناكله. بحس إنه لازم أعتمد في طبخي، في طريقة طبخي، الخضار. نعم. ما بعتمد على اللحوم أكثر، بعتمد على الخضار. حلو. الفاكهة لازم يومي يومي يومي، أنا عندي صحن فاكهة هيك بنحط على الطاولة أول السهرة آخر السهرة بيكون فاضي ما شاء الله. هذا لازم يعني. لا بس حلو الفكرة أنه أنت برضو بتعتمد على الخضار أكثر من اللحوم مثلا، على عكس الشائع في مطبخنا. يعني المطبخ الأردني بشكل عام، المطبخ بلاد الشام. بيكون فيه اللحمة والجاج والهيك يعني. شوفي، اللحوم طهيها بالنسبة للمرأة أسهل، يعني أنا أروح أعمل صينية بطاطا في الفرن سهلة كتير. أما أنا مثلا بدي أقعد أحفر وأحشي وأعمل ورق دوالي وأعمل مش عارف إيش، هذا بيتعبني. بس هو هذا صحي أكتر للجسم. تناول اللحوم بيثقل الجسم. يعني إذا أنت بتتذكري أو أي حد واحد فينا تذكر لما تأكل طبخة دسمة، أنا شخصيا في رمضان لما أني أكون معزومة وأكل شيء دسم أنا بلاقي الصلاة تقيلة. يا الله. لما أنا باكل في بيتي بلاقي الصلاة سهلة. قديه مهم خفيفة. الأكل في كتير مهم، حتى يمكن إقبال الإنسان على العبادة وفي إقبال الإنسان أو حركته يعني اليومية. حتى اللحوم بتخليك تاكلي أكتر، الخضار هيك بتكون خفيفة في جسمك، فهي بتساعدك إنك دايما تكوني يعني زنبرك ما شاء الله. يعني فيكي حركة ما شاء الله. قلتي لي عن الرياضة كمان، انك انت بتحافظي على الرياضة. يعني انا مسجلة بجيم باستمرار، لازم اروح. بتعتبريه شيء اساسي يعني؟ والله انا بعتبره شيء اساسي. بعض احيان يعني بيصح ليش يعني فترة، لانه وقتك ما شاء الله مليان. فبعض احيان لا ما بروح، بس انا بقول يعني لازم انا احافظ على صحتي. طبيبي اللي دائما بقول لي لازم انك تلعبي رياضة ما شاء الله. بقول لك هشاشة العظام يعني ما بيعالجها الا الرياضة. فانا هذه حطيتها يعني بمخي انه انا لازم هاي اقوم فيها، فباستمرار لازم الرياضه. نعم. في نقطه يمكن يعني مع تغيرات الانسان، واحنا سبحان الله كل انسان يعني كل انسان حياته مراحل، كل مرحله. نعم. يمكن لها جمالياتها ولها صعوباتها. فمرحله يعني مرحله ما بعد الكهوله مثلا بصير فيها يعني ايجابيات وسلبيات. يمكن ايجابيات انه بصير الانسان اخف عبء يعني بشكل عام، الاولاد كبروا. بصير مثلا نوعا ما الشيء المطلوب منه يوميا اخف، وبنفس الوقت يعني بيكون في الشعور مرات لدى بعض الناس بالوحده، انه الاولاد تزوجوا وطلعوا مثلا، او شعور بفقدان التواصل الاجتماعي خصوصا بعصرنا الحالي اللي صار فيه كل واحد بحاله. فانت كيف بالنسبه لك يعني شو فلسفتك بهذا الموضوع، كيف تتعاملي مع هذا الامر؟ حقيقه الشعور بالوحده مش موجود بتاتا، مع اني انا يعني عندي 5 متزوج منهم 3، 2 عندي بالبيت، 2 اللي عندي بالبيت بنتي موظفة بتروح يعني قريب الساعة 7، ابني بروح معها يعني بالجامعة. أنا في حياة معاصر هيك صار يعني. أنا ملي فراغي وقتي كامل، ما عندي وقت فراغ اللي أشعر أنا مش يعني قاعدة. صدقا أنا بشتهي هيك يعني أكون قاعدة في البيت وما عندي شغلة وما عندي إشي، وفلان بتقول لك فلان مليت زهقت، الفراغ قاتل. حقيقة إحنا ما عندنا وقت الفراغ. يعني أنا كمسلمة كملتزمة كعندي عندي فكر إنه أنا في عندي جنة، أنا بدي أشتغل على الجنة. طب وين الفراغ؟ بالعكس الواجبات أكثر من الأوقات، واجباتنا وشغلنا أكثر من وقتنا. يعني أنا بقول لو أعطوني باليوم يومين 3 أنا ما بيكفيني.
لكن الحقيقة أنه الإنسان لازم ينظم وقته. نعم، هاي يمكن تنطبق على كافة مراحل العمر الإنسان، يعني تنظيم الوقت. نعم، عندك أولاد بأول حياتك، مشغولة مع الأولاد، مشغولة مع الأولاد مع الأولاد، كل حياتنا للأولاد وللبيت وللأولاد. طبعا هذا بدك أنت تنظميه، مش كله للأولاد، أنت لازم يكون عندك وقت إليك. يعني عندما أقول لطالباتي اللي بدرسهم حاليا بقول لهم يعني لا تجعلوا القرآن فضول أوقاتكم، وإنما أول ما أولادك يطلعوا سكرت الباب وراء أولادك وراء زوجك، ما ترجعي تنامي، لا ما تقومي مباشرة تنظفي البيت، لا افتحي قرآنك. زاد لهذا اليوم. أيوة، افتحي قرآنك، خلص القرآن، وأعطيك ساعة، أنت قديش بدك ساعة، ساعتين، نص ساعة، ثلث ساعة، ومن ثم ابدأي بالعمل. رح تلاقي أنه يعني بركة الوقت، سبحان الله، يعني الطاعة بتعطيك بركة مهولة. يعني كثير من الأخوات بيقولوا لي والله إحنا يوم الدورة، يوم ما يكون إحنا عندنا دورة بدنا نيجي على الدورة، في هاي الساعة في هذا اليوم إحنا بننجز كتير أشياء، لو إن ما بدنا نطلع على الدورة إحنا ما بننجزها. يعني يوم لما يكون عندهم دوام بيكون بالعكس يوم مبارك أكتر. يعني مبارك، سبحان الله، يعني بركة الأوقات، بركة الأعمال، بركة الأعمار، هي بطاعة الله عز وجل. يا الله، نعم، أنت هذا الشيء لمستيه، خصوصا أنه أنت بلشت أصلا حفظ القرآن يعني أو تعلم القرآن والتجويد بعد التقاعد. بعد التقاعد ولمستي بركة القرآن في حياتك. يعني أنا تقاعدت بواحد 11، أنا بدأت بالدورات بواحد 9 مفتوح المدارس، يعني شهرين وأنا يعني أدرس وأدرس في آن واحد. البركة بتحسيها مختلفة حياتك. يعني أنا من فضل الله عز وجل أنا ملتزمة بحياتي، يعني بديني من فضل الله، من فضل الله، أنا بصف رابع بصلي، ويعني يعني طبعا حياتي حفظت على هذا النهج. يعني في نعم هذا النهج من انا بصف رابع لغايه الان من فضل الله. يا الله، سبحان الله، في مقوله دائما بتذكرها قالها احد العلماء، هذه الجوارح حفظناها لله في الصغر فحفظها لنا في الكبر. فيعني يمكن موضوع، يعني ممكن احنا شوي طلعنا من موضوع عن بركه القران كذا، لكن هي اجمالا اتوقع انها هي سر عظيم من اسرار سعاده الانسان. الجسم. نعم، هي تعطيك، يعني سبحان الله، بقول لك ليش رب العالمين يعني حثنا دائما على الذكر، الذكر الكثير، الصلاة عددها محدود، قراءة القرآن محدود، لكن الذكر الكثير مفتوح، واذكروا الله كثيرا. نعم، كثير، واذكروني أذكركم. بقول لك المحافظة على الذكر هي تعطي قوة في الجسم. تصديق لذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما إجا سبي، فإجت اللهم صل على سيدنا محمد بنت فاطمة. نعم، وزوجها علي، يا أبتي، يعني قال علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذن لنا بخادم، لأنه فاطمة إيدها من الرحى وهي بتطحن وتعبانة، يعني تساعدها في البيت. قال يا علي ويا فاطمة، هل أدلكما على خير لكما من خادم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إذا أويتما إلى مضجعكما فسبحا الله 33 واحمدا 33 وكبرا 34، ذلك خير لكما من خادم. يا الله، يعني تخيلي. نعم، إذن صدق رسول الله، وربما يعني هذه الأشياء لا يعرفها إلا من جربها، يعني هذه المعاني. فكل ما أنت كان عندك طاعات أكثر، كل ما كنت مشتغلة بذكر الله عز وجل، الذكر كل شيء، الصلاة ذكر، الصدقة ذكر، الزكاة ذكر، الحج ذكر، العمرة ذكر، كل ذلك ذكر لله عز وجل. كل ما انشغلتي أنت في هذه الأشياء، كل ما كان عندك بركة في وقتك، في صحتك، في عافيتك، في أولادك، في حياتك، في كل الناس اللي بتعرفيهم. نعم، سبحان نعم. الله، يعني نصيحة جميلة، الله يبارك فيك يا ست فاتن عمر. في قضية يمكن يعني مش سهل الواحد يحكي، لكن بشكل عام الأزواج علاقتهم مع بعضهم بعد سن الكهولة، بعد التقاعد، يعني هيك المشاهد أنه هذه السن بيكون سن نوع من النكد المستمر، مثلا نوع من كل واحد فيهم بيكون عصبي وبيفشش بالتاني. فممكن توصفي لنا أنت كيف حياتك الآن في البيت؟ الله يخليكم لبعض. طبعا الله يبارك فيك يا رب. بعرف زوجي بتشوف الحلقة ولا لا، ما بعرف، لكن الله يجزيه الخير. يعني أنا علاقتي فيه من بداية حياتنا كانت يمكن علاقة مثالية، يمكن ما شاء الله. ناس كتير بقولوا لي ما تحكي، يعني الله يجزيه الخير. يعني بالعكس، احنا بدنا نسمع هاي النماذج الحلوه. نعم، لانه احنا يعني شائع بالمجتمع النماذج يعني الغير ايجابيه. نعم، هو من بدايه حياتنا كان يقول لي انه احنا، يعني انا كنت يعني قبل الواحد ما يرتبط بكون عايش لوحده، لما يتزوج بصيروا عايشين تنين لبعض، لما يجيبوا اولاد بصيروا عايشين للاولاد، بتصير كل حياتك اولادك. بعد ما تكبري بالعمر بترجعي للاول،
للأول بتصير تعيشوا لبعض. فهو يعني هي المقولة هو كان يضل يقول لي إياها، وفعلا إحنا أنا وياه حاليا يعني علاقتنا الحمد لله رب العالمين مليئة بالحب بالاحترام بالتقدير بالإكبار بالإعزاز بالإجلال. بتتعاون مع بعض في البيت؟ في بينكم حديث مستمر مثلا خلال أوقاتكم؟ يعني هو أنا ما إلي غير هو وهو ما إلي غيري، يعني إحنا إلنا بعض لأن الأولاد كل واحد بحياته. أنا ابني الكبير بأمريكا، بنتي بجدة، شغلاتهم وسرهم كل واحد بيدرس. أنا يعني أولادي كلهم بدرسوا، يعني حتى لو تزوجوا المتزوجين كلهم بيدرسوا. عندكم شغف للعلم يعني في العائلة؟ نعم. وحضرتك قلتي لي أنه أنت خلصت دبلوم رياضيات وكملتي بكالوريوس تاريخ، فهذا مؤشر عندك عندك حب للاطلاع. نعم. يعني أنا خلصت دبلوم وتزوجت وخلفت، جبت ولد وبنت بعديها وبدر، وكنت على رأس عملية كنت بشتغل. لكن أنا مش يعني بدي أكملي، أنا بحب العلم، بحب يعني حتى دايما بحكي لطالباتي بقول لهم يعني أنا بحبكم لأنكم جايين تتعلموا. من يطلب العلم بحبه. وقد يطلب العلم يمكن بحافظ على روح الشباب لدى الإنسان، بضل دائما عنده يعني فضول تعرف لشيء جديد، وقد هذا الشيء بنعيشه. يعني أنا كنت أيام المدرسة دائما أشارك بمسابقة المطالعة، فعندي حب للعلم والقراءة والمطالعة. أنا ما بقتنع أفتح موقع إلكتروني وأقرأ عنه، أنا بقتنع بإني أمسك كتاب أقرأ فيه. هذا العشاق الكتب يعني الأصليين. فأنا بعد ما اشتغلت وتزوجت وخلفت وإشي لسه أنا عندي حب إني بدي أتعلم، إني لازم أكمل جامعة. أنا هذا الدبلوم يعني كلام فاضي. فالتحقت بالجامعة وبدأت من جديد، ما كان أيامنا تجسير، فدرست بكالوريوس، وانا اثناء على مقاعد الدراسه جبت 2. ما شاء الله ما شاء الله عليكي. احنا كنا عم نحكي عن الان علاقتكم يعني مع بعض انت وزوجك، فالان يعني كيف بتقضوا وقتكم مثلا؟ مرات بيحكوا مثلا احنا بعد هالعمر بطل في حكي نحكيه، ففعليا يعني هل انت بتعاني من هذا الشيء؟ لا في كثير بالعكس، يعني بتحسي انه يعني انا امتى يعني نقعد انا وزوجي من المغرب وطالع قبل هيك لما تخلصي. هو بيكون بعمله، انا بكون باعمالي اللي بكون فيها، يعني احنا بقولي بنكنكن المغرب وطالع، فاحنا بنقعد مع بعض بناكل مع بعض بنشرب مع بعض يعني انا بحس انه يعني انا بحبه حب عظيم وهو كذلك الامر. ففي تعاون بيستمر. يعني قبل فتره هو تقاعد قعد فتره بالبيت، كن يعني يقول لي انت اطلعي ما يعني انا ما عندي عمل، انت ما تحجزي معي او ما تطلبي. لا وكان ما يزعل اذا انا طلعت وتركته. لمني اجي على البيت كان في هاي الفتره شغلتي كانت مسافره، فقعدنا 4 شهور هو متقاعد وقاعد وانا شغاله ما في، فكنا نشتغل انا وياه ايدي بايدي اجلي ويساعدني ونحط السفره مع بعض، نطبخ مع بعض، يعمل لي السلطه اعمل كذا. يعني كيف بتقولي انه يعني العرسان كيف بيكون يشتغلوا مع بعض هيك؟ احنا بنفس الطريقه كنا، يعني ايدي بايده وهمي همه، واللي يسعدني يسعده واللي يبسطني يبسطه. الله يحميكم لبعض، يعني والله شيء مؤثر يعني حقيقه. علاقتك الان يعني بشكل عام ابنائك قلتي لي سافروا، يعني كيف تتواصلي معهم؟ كيف بتحافظي على التواصل يعني فيما بينهم كمان؟ يعني هم بحس يعني ميزه في الام والاب، يعني خصوصا لما يكبروا ويتفرقوا الاولاد بضلوا هم محافظين على الترابط، فكيف تتواصلوا مع انهم في غربه الان؟ يعني الله يبارك فيه ابني الكبير، الله يبارك فيه ويسعده ويهنيه ويسر أموره يا رب يكمله. يعني هو برسالة الدكتوراه له 2، بقي له 3 سنوات هو في أمريكا بيكمل دكتوراه فيزياء. هو التواصل باستمرار يوميا، ما في يوم بيمر في خط احنا حاطينه تليفون أرضي بيننا وبينه، يعني تليفون بس أمريكي، يعني بيحكي بس أمريكا. وفي هذا بيحكي معي من الشغل، في لما يكون هو بدوامه أنا بتواصل مع زوجته وأولاده في على السكايب بطريقة يومية، يعني قولي 100% تقريبا يومي. إذا في يوم لا أو يوم عند الضيوف أو يوم هو مشغول أو يوم كذا، يعني بس قولي تقريبا يوميا. نعم. في نقطة يعني مرات إحنا بنحب نسمع إنه الواحد لما يكون يعني إيش في أشياء بتمنى لو كانت بشباب، أو نصيحة للي ما زالوا في سن صغيرة يعني وأمامهم أشياء كثيرة يقوموا فيها في الحياة، الأشياء اللي بتحسي إنها مهمة وقيمة الواحد ينتبه لها في حياته قبل فوات الأوان. أول أمر يعني أنا اللي أنا كنت أتمنى فيه إنه أنا كنت أحب المطالعة كتير 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 وبحب القراءة كتير وعندي شغف للقراءة. بقول أيام الشباب
يعني لو انه حد هيك او يعني سبحان الله الحمد لله رب العالمين لو كان هذا يعني على الكتب الاسلاميه على الفقه على التفسير حفظ القران. انا كنت اتمنى اني احفظ القران وانا صغيره، لو اني حفظته وانا صغيره كان عندي قدرات عاليه، لكن هلا بكون شوي يعني كل ما كبرتي تتراجع شوي القدرات العقليه عند الانسان بتقل. نعم يعني هذا حقيقه، القدرات الجسميه القدرات العقليه يعني هلا الولد الصغير بيحفظ بسرعه، انت بتحفظي لا اثقل شوي بالتاكيد ارضى مع الانشغالات مع الاشياء. انا بقول انه مهما كنتي ايتها المراه او ايها الرجل مهما كنتي مشغوله في اول حياتك اجعلي القران زبده يومك، ما تجعلي له فضل يومك. احنا ما كنا يعني انا كنت اختم القران برمضان وهيك اعتبر حالي اني انا بعمل شيء عظيم، بس برمضان اقرا القران، ما كنت اقرا القران بين رمضان. انت انا عرفت انه لازم واحد يقرا القران دائما امتى؟ بعد عمر بعد عمر طويل. لكن يعني الحمد لله يعني انت عم تحاول الان تعوضي هذا الشيء و يعني خيركم من تعلم القران وعلمه يعني، فانت جمعتي بين الامرين ونسال الله يبارك لك. انا حاليا يعني لي ورد من القران يوميا لا يعني ما بتركه ابدا ابدا ابدا، ومهما كانت الظروف عندي لا يمكن انام الا وانا قارئه ورد اليومي ما شاء الله. وصفتك لعمر ذهبي يعني هذا العمر مثلا بعد الخمسين يكون عمر فعلا ذهبي، عمر جميل في انتعاش في حياه في تفاعل مع الناس، فاهم النقاط اللي تحبي يعني تنصحي فيها؟ زي ما حكيت لك انا احافظ على يعني وانا بشبابي احافظ على صحتي، ما اكل اي شيء. نعم يضل عندي نقطه كثير مهمه هي حقيقه، احافظ على انه يكون عندي كم من المعلومات، يعني انا قارئه انا مثقفه عندي اطلاع عندي سعه اطلاع. انا حاب استوقفك هون شوي، هي النقطه اللي مرات بتعمل فجوه ما بين الاجيال انه مثلا كثير في ناس خصوصا يعني مع الطفره الهائله اللي صارت يعني في هاي الاخر سنوات في موضوع التكنولوجيا كيف يعني هاي قد ايه الثقافه والمطالعه والاطلاع قد ايه هو مهم في جسر هاي الفجوه بحيث يضل تواصل جميل فيما بينك وبين ابنائك واحفادك، ما يشعروا انه والله ستنا ما بتفهم احنا عن ايش بنحكي مثلا او انه مواضيعها غير عن مواضيعنا. بس شوفي اقول لك يعني حقيقه انه راح يضل في فجوه شو ما حاولنا بين الطالع وبيننا في فجوه. هلا في ثقافه نعم ما في علم، حتى العلم يعني مهما قال لك المدرسه الفلانيه والمدرسه الفلانيه العلم القديم كان افضل. نعم هلا يعني هذيك اليوم على الواتساب جاي يعني بعثوا لي صوره يعني كنبات قد هدول يمكن ثلاث مرات هيك طوال وعليها الاولاد والاحفاد والاجداد وكل واحد ماسك موبايله وبيكبس لي وبتطلع لي، ما في تواصل ابدا 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 ولا بين ولا واحد. ليه؟ لانه في طب في هون هذا الواتساب بيعمل لك ثقافه بيعمل لك علم اشياء سطحيه بيعمل لك ما في حتى اللي بيجيك على الواتساب. انا دائما يعني بجاوب الاخوات اللي بيبعتوا لي بقول لهم انتبهوا بيحطوا لك معلومه صحيحه معلومه خاطئه او معلومه صحيحه، انت بتقراي بتقولي والله صح انه غث والسمين كله بيكون مع بعض. انا ما باخذ ما تاخذي هذا الواتساب الغيه ممكن يكون مصير التواصل تطمني على اخبار تعرفي يعني اجتماعيا يعني انا بعمل مجموعات مع مثلا دوراتي عشان نتواصل. نعم اذكرهم عندنا امتحان مواعيد مثلا انا اللي بدها تغيب تحكي لي اللي بده كذا للتواصل بس. وبحكي لهم دائما ما تكتبوا هذا كله ما تاخذوا فيه، بدك اقرا كتاب. احنا نفتقد حقيقه بحياتنا للقيم، يعني انا متعلمه وبعرف وعندي علم وكل شيء لكن القيم مش موجوده عندنا. الفارغين بتلاقي الكذب موجود، بتلاقي سوء الخلق، بتلاقي سوء التعامل، بتلاقي الجارات مع بعضهم الغيبة، ما في قيم ما في. ليه؟ لأنه كلياته كلام فاضي وكلام فاضي. لكن نعود نقول إنه لازم يكون لك كتاب تقرأيه، لازم أنا وأنا جالسة لازم عندي جنب يعني انا عندي الكنبايتين مثل هذول بالضبط، في عندي هون ترابيزه هذه دائما عليها كتب. يا سلام لازم ازورك. اهلا وسهلا. لانه يعني الجمله اللي ختمتي فيها يعني حقيقه احنا بقينا دقيقه واحده ست فاتنه ولا يمل. لا يمل الحديث ما شاء الله بروحك المعنويه باطلاعك بجمال يعني منطقك فيعني لازم لنا قعده ثانيه. كنا احنا بس بلشنا بنصائح ذهبيه فتعطينا اخر نصيحتين نختم فيهم الحلقه، اخر نصيحتين لقضاء يعني شيخوخة سعيدة وعمر يكون فعلا حافل بالعطاء. أنا أقول إنه السعادة شيء رمزي،
لكن السعادة الحقيقية هو الرضا. أرضى إيش ما صار، ما إيش ما كنت أنا نهاية حياتي أكون راضية. صابني سكري، صابني ضغط، صابني كذا، راضية. هذا حطته جانب، ما أنسى، ما أحط العقدة بالمنشار أقول ما يكون هو إيش الأساسي. لا، أولادي راحوا سافروا، يعني ما تكون عندي كآبة، لا أنا عندي أشياء تانية. أنا أكون سعيدة إذا أنا رضيت بما قضى الله سبحانه وتعالى. هي هاي سر الحياة وسر السعادة وسر العمل، إني أنا أرضى إيش ما كان الوضع، إيش ما صار معي، مريضة، أولادي راحوا، يعني في بعض أخوات يفقدوا أزواجهم في نهاية عمرهم. هذه ليست نهاية المطاف، نهاية المطاف دخول الجنة. آمين. آمين. نسأل الله عز وجل لنا ولك وللمشاهدين مشاهدينا يعني هذه الكلمات الطيبة. نختم حوارنا مع السيدة الفاضلة فاتنة عمرو أم بلال. نشكرك مرة أخرى ست فاتنة على يعني حضورك معنا. ومشاهدينا نتمنى لكم جميعا أياما سعيدة وشبابا مزهرا وشيخوخة بإذن الله أيضا سعيدة. نراكم على خير في حلقات مقبلة إن شاء الله. في أمان الله.